ننتقل إلى ملعب زايد الرياضي، حيث سيحتفل الحبر الأعظم البابا فرانسيس بالقداس الإلهي. إذن كما نشاهد، وصل البابا فرانسيس بمواكبة أمنية وهو يعطي بركته للمؤمنين الذين حضروا من مختلف البلدان ومن مختلف أنحاء الخليج العربي أيضا. إذن هذه العادة جرت، البابا فرانسيس يمر في سيارة مكشوفة حتى تتمكن الحشود من رؤيته بوضوح. إذن الملعب الذي يحتوي على مقاعد لنحو 120 ألف شخص هو امتلأ، وهناك نحو 135 ألف مؤمن يشاركون في صلاة لم يسبق لها مثيل في البلاد. هناك طلبات عدة لمقاعد إضافية، إنما لا مكان لأي مقعد إضافي. إذن سنشاهد بعد وقت قصير أول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية، حدث تاريخي وزيارة طبعا ستحفر في تاريخ الإمارات كما في سجلات الفاتيكان. إذن بعد زيارة كاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي نشاهد وصول البابا إلى مدينة زايد الرياضية ليترأس القداس الاحتفالي الذي ننتظره والذي سننقله مباشرة. إذن يمكننا مشاهدة أعداد هائلة من المؤمنين، هم حضروا من مختلف أنحاء الخليج العربي، من مناطق مختلفة من العالم. عدد كبير من اللبنانيين أيضا يشاركون في هذا الحدث التاريخي. طبعا بعد قليل ستنقل لنا زميلة نبيلة عواد الصورة من هناك. البطريرك مارك شارة بطرس الراعي أيضا هو في هذه الأثناء في دولة الإمارات. طبعا ذهب الأسبوع الماضي وهو يشارك اليوم في هذا الحدث التاريخي. إذن وسائل الإعلام العالمية والصحف كلها مشغولة بزيارة البابا، إنه حدث بارز في الإمارات وفي العالم. إذن الإمارات تسعى لتعزيز مبدأ التعايش الديني السلمي، هي التي أنشأت وزارة للتسامح في العام 2016 وخصصت العام الجاري عاما للتسامح. إذن يهدف قداسة البابا في سابع زيارة له لدولة ذات أغلبية سكان مسلمين إلى توطيد أواصر المحبة بين الفاتيكان والعالم الإسلامي. إذن مئات الآلاف من أصل حوالي مليون مسيحي كاثوليكي مقيم بالإمارات ينتظرون هذا الحدث الضخم. إذن زيارة قداسة البابا للإمارات هي زيارة تاريخية. البابا يعطي البركة للمؤمنين، الحشود كبيرة جداً، الهتافات تعلو المنطقة.
إذن كنا منذ قليل مع زيارة البابا لكاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي، وبعدها انتقل البابا إلى مدينة زايد الرياضية. هو يصل في هذه الأثناء ليترأس القداس الاحتفالي الذي ينتظره نحو 135 ألف مؤمن سيشاركون في صلاة لم يسبق لها مثيل في البلاد. البابا ذكر شعب دولة الإمارات في صلواته، وتمنى أن تعم النعم الإلهية والسلام والتضامن بين الأديان، ومن المتوقع أن يذكر هذا الأمر مجددا خلال القداس الإلهي. إذن بناء على دعوة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل البابا قداسة البابا يوم الأحد إلى دولة الإمارات في زيارة استمرت حتى اليوم، وبعد ساعات قليلة وبعد القداس الإلهي سيغادر البابا ليعود إلى روما. هذه الخطوة غير المسبوقة تعزز خطى دولة الإمارات في دفع عجلة الحوار بين الأديان وتعزيز الأخوة الإنسانية. البابا يقترب من المنصة في هذه الأثناء. أعلام الفاتيكان في كل الأنحاء ترفع. الفرح واضح على وجه البابا، وكذلك الإيمان والمؤمنون يتبركون في هذه الأثناء من البابا فرانسيس في هذه الزيارة التاريخية. يمكننا مشاهدة الأعداد الهائلة، كبار وصغار، الجميع يتبرك من البابا. بعض المدارس أغلقت أبوابها اليوم في الإمارات حتى يستطيع الجميع من المشاركة في القداس مع البابا، وحتى ولعدم توليد المزيد من زحمة السير. إذن هذه الزيارة هي الأولى لقداسة البابا فرانسيس. نذكر أن بابا الكنيسة الكاثوليكية يزور للمرة الأولى شبه الجزيرة العربية، الزيارة الأولى من نوعها للعالم الإسلامي، في حين أن البابا قد توجه في السابق إلى بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، فإن هذه المرة الأولى التي سيقوم فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية بإلقاء موعظة دينية يتوقع أن تكون الأكبر على الإطلاق. البابا الذي وصل إلى دولة الإمارات يوم الأحد عند 10 مساء، استقبل باستقبال رسمي، و وأيضا توجه إلى القصر الرئاسي يوم الاثنين حيث كان له استقبال شعبي ورسمي أيضا. ففور وصول الأحد البابا بدأت الاحتفالات، ومن ضمن لقاءات البابا نذكر شيخ الأزهر، إنما اليوم تنتهي جولته التي تستغرق 40 ساعة، وبعد هذا القداس الاحتفالي الذي سنشاهده بعد قليل سيغادر البابا إلى روما مجددا. ونذكر باتفاق الأخوة الإنسانية الذي وقع أمس خلال زيارة البابا
مع شيخ الأزهر في دولة الإمارات العربية. إذن كما ذكرنا نحو 135 ألف مؤمن سيشاركون في هذه الصلاة، صلاة لم يسبق لها مثيل في البلاد. ونذكر، نعود لنذكر بوثيقة الأخوة الإنسانية في ختام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي التي وقعت مساء الاثنين بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهر. إذن هذا الإعلان المشترك عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح الوثيقة دليلا للأجيال القادمة. هذا اليوم سيذكره التاريخ. إذن الاحترام المتبادل، نرى جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى. إذن هذه هي الصورة التي نراها في هذه الأثناء، صورة إيمان، محبة، مشاركة. إذن البابا فرانسيس كان قد ذكر في حديث له أن سباق التسلح وتمديد مناطق النفوذ والسياسات العدائية على حساب الآخرين لن يؤدي أبدا إلى الاستقرار. كان واضحا أن الحرب لا تولد سوى البؤس والأسلحة لا تولد سوى الموت. البابا فرانسيس أيضا كان أضاف في حديث أن الأخوة البشرية تتطلب من الممثلين عن الأديان واجب حظر كل تلميح بالموافقة على كلمة حرب. هو دعا لإعادة هذه الكلمة إلى قصوتها البائسة. طبعا هو ذكر الحرب في اليمن وسوريا، ذكر العراق، ذكر ليبيا. إذن عدد من الأباء يتحضرون أيضا لهذا القداس الاحتفالي، هذا القداس التاريخي الذي سيذكره التاريخ على مر الأعوام. إذن سنشاهد بعد وقت قصير أول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية. هذه الزيارة التي ستحفر في تاريخ الإمارات كما في سجلات الفاتيكان، بناء على دعوة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. إذن وصل البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات يوم الأحد في زيارة استمرت لثلاثة أيام، واليوم تنتهي هذه الزيارة بقداس احتفالي يتم التحضير له في هذه الأثناء. البابا يتحضر والجميع ينتظر هذا القداس. إذن كنا منذ وقت قليل نتابع زيارة البابا إلى كاتدرائية القديس يوسف في أبوظبي، وبعدها انتقل إلى مدينة زايد. نشاهد الآن أعداد الحشود الهائلة، يعني علمنا أن البعض نام منذ يوم أمس في الساحة حتى يحتفل اليوم مع البابا فرانسيس.
أكثر من 135 ألف مؤمن يشاركون في هذا اليوم في هذه الصلاة. إذن نبيلة، نعود إلى الزميلة نبيلة عواد التي ستوافينا من هناك، ستنقل لنا الصورة بشكل أوضح. نبيلة، إذن عدد هائل من المؤمنين ينتظرون بركة البابا، هل فاقت الأعداد التوقعات وما هي الصورة لديك؟ يعني فعلا كاترين، يا ريت في انقلكم الحماس والفرح اليوم اللي موجود داخل استاد الشيخ زايد، استاد زايد هون بأبو ظبي. يعني الحشود غفيرة، سبق وذكرنا أكثر من 135 ألف شخص هنا في استاد. البعض كما ذكرتي نام هنا، بعضهم من ساعات الفجر الأولى عند الساعة الثالثة صباحا والخامسة صباحا وصلوا إلى مدينة زايد الرياضية، بعضهم أتى من أبو ظبي، البعض الآخر من باقي الإمارات، من دبي وغيرها، وأيضا بعضهم من بلدان أخرى. لا نستطيع أن ننقل الصورة نحن شخصيا من الداخل بسبب الحشود الغفيرة الموجودة، ولكن العديد من اللبنانيين وغير اللبنانيين معنا هنا للتحدث عن هذه التجربة، للحديث عن وصولهم في ساعات الصباح الأولى وعن فرحهم للمشاركة طبعا في هذا القداس التاريخي. بوجور اليوم قد ايه انتم مبسوطين انكم موجودين هون، ومن اي ساعة لكم هون؟ نحن الفرحة مش ساعتنا، نحن هذا النهار ناطرينه من زمان. نحن صرنا 16 سنة بدبي بنقدس بسانت ماري ونطلب انه ربنا يزورنا. زارنا اليوم، زارنا بوجود البابا قداسته، يعني بارك هالأرض، بارك هالبلد. نحن بنشكر كثير دولة الإمارات، ونحن كل واحد منا عم بيصلي لكل واحد ببلده، لعائلته، لكل ضيعة وكل كنيسة قدس فيها، ونطر انه هالنهار يجي. ونحن لبنان بقلبنا، عم نصلي لكل عيالنا، لكل اللي بنحبهم بلبنان، كنا بنتمناهم يكونوا معنا، بس البركه رح تحل على كل الدول وعلى السلام يغمر الارض كلها يا رب. شكرا لك، ثانك يو. وفي اشخاص كاترين كمان اجت من لبنان وعم بتشارك اليوم بالقداس، اهلا وسهلا. في تجربه خاصه اليوم حضرتك بالامارات لسبب ثاني، ولكن الصدفه كانت حلوه انه صار عندك بطاقه لتشاركي بالقداس. صحيح، أنا جيت امبارح المساء لمشاركتي بملتقى ريادة المهن والأعمال، سيدات الأعمال بدولة الإمارات، وكان لي الحظ إني يتأمل لي بطاقة امبارح الساعة 10:30 بالليل، وما في خبرك أكيد عندي فرح ما بقدر أوصفه بمشاركتي هالقداس الإلهي، هالذبيحة الإلهية، ذكر كبير 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 حقيقة لدولة الإمارات، مش بس للمشاركة بهالقداس، إنما هالوثيقة اللي صارت بفتكر حدث عالمي تاريخي. إذن تدخل الإمارات وغير دول بهيدا الموضوع. شكرا لك نبيلة. سنعود إلى الداخل لنستمع إلى أبرز الكلمات في الداخل ونشاهد الصورة من الداخل، ونعود إليك نبيلة. شكرا لحكامك وشيوخك وشعبك الطيب، ولتبقى دار زايد بإذن الله دار المحبة والتسامح ورسالة الطلاق والسلام بين كل أجناس البشر. هذا يوم من صنع الرب، هلموا معا نفرح ونتهلل به. Your Holiness Pope Francis, Your Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Your Highnesses the rulers of the Emirates, Your Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Your Excellency Bishop Paul Hinder, all the Beatitudes, Eminences and Excellences, Honorable Fathers, Distinguished Guests, Brothers and sisters, behold how good and pleasant it is when brothers live together in unity.
with these beautiful words from the Holy Bible. It is a blessing and honor to welcome you and thank you for being with us for Holy Mass on this extraordinary day. How beautiful and delightful it is to live together on this earth, in the land of the United Arab Emirates. The words of late Sheikh Zayed, till today, echo what he said. Our daily bread is from God. Our land is from God. Our grace is from God. And may those who come here be blessed by God. How beautiful it is that tolerance and love has met. A message from the heavens to the earth below, so that peoples and cultures may live together in unity, forever glorifying God, the creator of all. Thank you, Your Holiness Pope Francis, for your presence among us. Thank you, our beloved United Arab Emirates. All the rulers, leaders, and exceptional people of this land, with God's will and grace, may country of Zayed remain a home of loving forgiveness and a message of peace and unity among all nations.
إذن ننتظر بدء القداس الذي سيختتم البابا فرانسيس زيارته إلى الإمارات بعده. إذن هذا القداس في مدينة زايد، وبعده يتوجه البابا إلى مطار أبوظبي حيث ستقام مراسم وداع رسمية له. استمعنا إلى رسائل مؤثرة جداً قبل القداس الذي يعتبر من أكبر التجمعات في تاريخ دولة الإمارات. إذن البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان كان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الأحد قادما من روما، واستمرت زيارته 3 أيام شارك خلالها في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، كما سيقيم بعد دقائق أول قداس لبابا مسيحي في شبه الجزيرة العربية. إذن كان في استقبال البابا لدى وصوله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي وجه له الدعوة وكبار الشخصيات بالإمارات، كما استقبله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي يزور الإمارات لحضور جلسات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية. هو حضره والتقى مع البابا، ونستمع إلى المزيد من الكلمات المؤثرة جدا. البابا فرانسيس كان كتب على حسابه على تويتر قبل انطلاق طائرته أنه يزور هذا البلد كأخ ليكتب صفحة حوار ويمضي في مسار السلام. إذن هذه الزيارة هي الأولى للبابا فرانسيس إلى منطقة الخليج، كما أنها المرة الأولى التي تتزامن فيها زيارة بابوية لأي دولة في العالم مع زيارة أخرى لشيخ الأزهر. إذن يعيش نحو 1,000,000 كاثوليكي جميعهم من الأجانب في دولة الإمارات، حيث توجد 8 كنائس كاثوليكية وهو العدد الأكبر مقارنة مع دول أخرى في الجزيرة العربية. نشاهد الوفود تحمل أعلام الفاتيكان. أكثر من 135 ألف مؤمن يشاركون في هذه الصلاة. إذن هذه الأعداد الهائلة من المؤمنين هم حضروا من مختلف أنحاء الخليج العربي، من مناطق مختلفة من العالم. التنظيم واضح، فرغم الأعداد الهائلة نجد أن التنظيم والتشديد واضح على الصورة. البابا فرانسيس يتحضر في هذه الأثناء للاحتفال في الذبيحة الإلهية، هذا الحدث التاريخي، هذا الحدث العظيم الذي تنتظره الشعوب هو يتحقق اليوم. زيارة ستحفر في تاريخ الإمارات، زيارة سيسجلها الفاتيكان، ويبدو أن القداس سيبدأ في وقت قصير. بدأ we
السويد. Peace with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God. إلى فعل التوبة أنا أعترف لله القادر على كل شيء. I confess ولكم أيها الأخوة to Almighty God. بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. أدعية الكيرية ليسون. Let us pray. اللهم الذي قال المسيح ابنه طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون،
أعطنا أن نعمل دوما للعدل الذي يستطيع وحده أن يكون أساسا لسلام حق ثابت في الأرض كلها. بربنا يسوع المسيح ابنك الحي والمالك معك بوحدة الروح القدس إلى دهر الدهور. يكون معكم. قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. قراءة أيها الإخوة من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. أيها الإخوة، لا تكونوا في هم من أي شيء كان، بل في كل شيء لترفع طلباتكم إلى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر، فإن سلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وأذهانكم في المسيح يسوع. وبعد أيها الإخوة، فكل ما كان حقاً وشريفاً وعادلاً وخالصاً ومستحباً وطيب الذكر، وما كان فضيلة وأهلا للمدح، كل ذلك قدروه حق قدره. وما تعلمتموه مني وأخذتموه عني وسمعتموه مني وعاينتموه فيا، كل ذلك اعملوا به، وإله السلام يكون معكم. بالسلام لشعبه. بعد أن استمعنا إلى القراءة الأولى، peace to his people.
blessed are the poor in spirit. Alleluia, alleluia. They shall inherit the kingdom of God. Alleluia, 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 alleluia. Blessed are the peacemakers. Alleluia, alleluia. They shall be called the children of God. Alleluia. Show mercy. Alleluia, alleluia. They shall have mercy shown unto them. Alleluia, 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 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Seeing the crowds, Jesus went up the hill. There he sat down. Seeing the crowds, Jesus went up the hill. There he sat down and was joined by his disciples. Then he began to speak. This is what he taught them. How happy are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of heaven. Happy the gentle, they shall have the earth, they shall be comforted. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. Happy those who hunger and thirst for what is right, they shall be satisfied. Happy the merciful, they shall have mercy shown them. Happy the peacemakers. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. Happy the peacemakers, they shall be called sons of God. Happy those who are persecuted in the cause of right. Theirs is the kingdom of heaven. Happy are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. Thank you.
Beati è la parola con cui Gesù comincia la sua predicazione. بهذا الإنجيل قبل أن يتحدث مع المؤمنين. Se stai con Gesù, se come i discepoli di allora ami ascoltare la sua parola, se cerchi di viverla ogni giorno, إن من يريد أن يعيش مع يسوع عليه أن يستمع إلى كلامه ويعمل بموجبه. هذه هي أول حقيقة من الحياة المسيحية. È sapersi in Gesù figli amati del Padre e vivere la gioia di questa beatitudine. علينا كمسيحيين أن نعيش فرح التطويبات. La storia dell'amore fedele di Dio. وهي تجسد محبة الله لأبنائه. Con noi sembra amore fedele di Dio che non ci abbandona mai. E vuole fare comunione con noi sempre. Ecco il motivo della nostra gioia, di una gioia che nessuna persona al mondo e nessuna circostanza della vita possono toglierci. È una gioia che dà pace anche nel dolore, che già ora fa pregustare quella felicità che ci attende per sempre. Cari fratelli e sorelle, nella gioia di incontrarvi, questa è la parola che sono venuto a dirvi, beati. طوبى هي الكلمة التي يبدأ بها يسوع عظته في إنجيل متى، وهي اللازمة التي يكررها اليوم، وكأنه يريد أن يثبت في قلوبنا قبل كل شيء رسالة أساسية. إذ كنت مع يسوع، إن كنت كالتلاميذ تحب أن تصغي إلى كلمته، إن كنت تسعى لعيشها يوميا، فأنت قد نلت الطوبة. لن تنال الطوبة في المستقبل، وإنما قد نلتها منذ الآن. هذه هي الحقيقة الأولى للحياة المسيحية، فهي ليست لائحة وصفات خارجية ينبغي القيام بها أو مجموعة عقائد علينا أن نعرفها. ليس الأمر هكذا، بل هي أن نعرف أننا بيسوع أبناء محبوبون من الله الآب. إنها عيش فرح هذه الطوبة وفهم الحياة كقصة حب، قصة حب الله الأمين الذي لا يتركنا أبدا ويريد أن يقيم معنا شركة على الدوام. هذا هو سبب فرحنا، فرح لا يمكن لأي شخص في العالم أو لأي ظرف أن ينزعه منا. إنه فرح يعطي سلاما حتى في الألم، فرح يجعلنا منذ الآن نتذوق تلك السعادة التي تنتظرنا للأبد. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في فرح لقائكم هذه هي الكلمة التي جئت لأقولها لكم، طوبى لكم. Ora, se Gesù dice beati i suoi discepoli, colpiscono tuttavia i motivi delle singole beatitudini. In esse vediamo un capovolgimento del pensare comune, secondo cui sono beati i ricchi, i potenti, quanti hanno successo e sono acclamati dalle folle. Per Gesù invece beati sono i poveri, i miti,
quanti restano giusti anche a costo di fare brutta figura, i perseguitati. Chi ha ragione, Gesù o il mondo? Per capire, guardiamo a come ha vissuto Gesù, povero di cose e ricco di amore. Ha risanato tante vite, ma non ha risparmiato la sua. È venuto per servire e non per essere servito. Ci ha insegnato che non è grande chi ha, ma chi dà. Giusto e mite, non ha opposto resistenza e si è lasciato condannare ingiustamente. In questo modo Gesù ha portato nel mondo l'amore di Dio. Solo così ha sconfitto la morte, il peccato, la paura e la mondanità stessa, con la sola forza dell'amore divino. Chiediamo oggi qui insieme la grazia di riscoprire il fascino di seguire Gesù, di imitarlo, di non cercare altro che Lui e il suo amore umile, perché sta qui nella comunione con Lui e nell'amore per gli altri, il senso della vita sulla terra. Credete a questo? وجه يسوع التطويبات لتلاميذه، لكن ما يدهشنا إنما هو سبب كل من هذه التطويبات. فيها نرى انقلاباً جذرياً للفكر العام السائد الذي وبحسبه ينال الطوبى الأغنياء والمقتدرون والناجحون وتهتف لهم الجموع. أما بالنسبة ليسوع فطوبى للفقراء والودعاء والذين يحافظون على برهم حتى ولو تركوا انطباعا سيئا، وطوبى للمضطهدين. من هو على حق إذن، يسوع أم العالم؟ لكي نفهم علينا أن ننظر إلى الطريقة التي عاش بها يسوع. عاش فقيرا بالأشياء وغنياً بالمحبة. لقد شفى العديد من الأشخاص ولكنه لم ينقذ حياته. جاء ليخدم لا ليخدم. علمنا أن العظمة، أن العظيم ليس الذي يملك وإنما الذي يعطي. عادل وديع لم يقاوم وسمح بأن يحاكم ظلماً. بهذه الطريقة حمل يسوع إلى العالم محبة الله. هكذا تغلب على الموت والخطيئة والخوف وروح العالم فقط بقوة المحبة الإلهية. لنطلب اليوم هنا معا نعمة إعادة اكتشاف جمال اتباع يسوع والتشبه به، وعدم البحث عن شيء آخر غيره وغير محبته المتواضعة، لأنه عبر الشركة معه وعبر محبة الآخرين نجد معنى الحياة على الأرض. فهل تؤمنون بهذا؟ Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato. Si dice che tra il Vangelo scritto e quello vissuto ci sia la stessa differenza che esiste tra la musica scritta e quella suonata. Voi che conoscete la melodia del Vangelo e vivete l'entusiasmo del suo ritmo, siete un coro che comprende una varietà di nazioni, lingue e riti, una diversità che lo Spirito Santo ama e vuole sempre più armonizzare per farne una sinfonia. Questa gioiosa polifonia della fede è una testimonianza che date voi a tutti e che edifica la Chiesa. Mi ha colpito quanto Monsignor Hinder disse una volta:
e cioè che non solo Egli si sente il vostro pastore, ma che voi, con il vostro esempio, siete spesso pastori di Lui. Grazie di questo. لقد جئت أيضا كي أشكركم على الطريقة طريقة عيشكم للإنجيل الذي سمعناه. يقال إنه بين الإنجيل المكتوب والإنجيل المعاش نجد الفرق عينه بين الموسيقى المكتوبة والموسيقى المعزوفة. أنتم هنا تعرفون لحن الإنجيل وتعيشون حماس نغماته. أنتم جوقة تتضمن تنوع جنسيات ولغات وطقوس، تنوع يحبه الروح القدس ويريد على الدوام أن ينسقه ليصنع منه سيمفونية. وسيمفونية الإيمان الفرحة هذه والمتعددة الأصوات هي شهادة تعطونها أنتم للجميع وتبني الكنيسة. لقد تأثرت بما قاله لي المطران هندر ذات مرة، أي أنه لا يشعر فقط أنه رعيكم، وإنما أنكم بمثالكم غالباً ما تكون رعاة له. شكراً جزيلاً. Vivere da beati e seguire la vita di Gesù non significa tuttavia stare sempre allegri. Chi è afflitto, chi patisce ingiustizie, chi si prodiga per essere operatore di pace, sa che cosa significa soffrire. Per voi non è certo facile vivere lontani da casa, sentire magari, oltre alla mancanza degli affetti più cari, l'incertezza del futuro. Ma il Signore è fedele e non abbandona i Suoi. Un episodio della vita di Sant'Antonio Abate, il grande iniziatore del monachesimo nel deserto, ci può aiutare. Per il Signore aveva lasciato tutto e si trovava nel deserto. Lì, per vario tempo fu immerso in un'aspra lotta spirituale che non gli dava tregua, assalito da dubbi e oscurità, eppure dalla tentazione di cedere alla nostalgia e ai rimpianti per la vita passata. Poi il Signore lo consolò, dopo tanto tormento, e Sant'Antonio gli chiese: «Ma dove eri? Perché non sei apparso prima per liberarmi delle sofferenze? Dove eri?» Allora percepì distintamente la risposta di Gesù: «Io ero qui, Antonio. Il Signore è vicino. Può succedere di fronte a una prova o a un periodo difficile di pensare di essere soli, anche dopo tanto tempo passato col Signore. Ma in quei momenti Egli, anche se non interviene, subito ci cammina a fianco, e che se continuiamo ad andare avanti aprirà una via nuova. Perché il Signore è specialista nel fare cose nuove, sa aprire vie anche nel deserto». إن العيش كمن استحق الطوبة واتباع ضرب يسوع لا يعني أن نكون مبتهجين على الدوام. فالذي يمر بضيقة أو يعاني بسبب الظلم أو يجتهد ليكون صانع سلام يعرف ما معنى الألم. من المؤكد أنه ليس سهلا بالنسبة لكم أن تعيشوا بعيدين عن البيت، تشعروا ربما ما معنى الألم. من المؤكد أنه ليس سهلا بالنسبة لكم أن تعيشوا بعيدين عن البيت، تشعروا ربما
مؤسس الحياة الرهبانية في الصحراء بمصر، حيث كان قد ترك كل شيء من أجل الرب وذهب إلى الصحراء، وهناك ولزمن طويل غاص في جهاد روحي متواصل، إذ كانت تعتريه الشكوك والظلمة، وكان يتعرض لتجربة السقوط في الحنين والتحسر على الحياة الماضية. بعدها عزاه الرب بعد عذاب كبير، فسأله القديس أنطونيوس: أين كنت؟ لماذا لم تأتي لتحريري من الألم؟ ففهم عندها بوضوح جواب يسوع: لقد كنت هنا يا أنطونيوس، إن الرب قريب. قد يحدث أن نفكر أننا وحدنا إزاء تجربة ما أو فترة صعبة، حتى بعد زمن طويل قضيناه مع الرب، لكن في تلك اللحظات حتى لو لم يتدخل الرب فورا، فهو يسير جانبنا، وإن تبعنا المضي قدما فسيفتح ضربا جديدة، لأن الرب اختصاصي في القيام بأمور جديدة، ويعرف كيف يجعل في البرية طريقا. Cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi anche che vivere le beatitudini non richiede gesti eclatanti. Guardiamo Gesù. Non ha lasciato nulla di scritto, non ha costruito nulla di imponente. E quando ci ha detto come vivere, non ha chiesto di innalzare grandi opere o di segnalarci compiendo gesta straordinarie. Ci ha chiesto di realizzare una sola opera d'arte, possibile a tutti, quella della nostra vita. Le beatitudini sono a loro una mappa di vita. Non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare la mitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere l'afflizione uniti a Dio. E la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli e di segni straordinari. Le beatitudini non sono per superuomini, ma chi affronta le sfide e le prove di ogni giorno. Chi le vive secondo Gesù rende pulito il mondo. È come un albero che, anche in terra arida, ogni giorno assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. Vi auguro di essere così, ben radicati in Cristo, in Gesù, e pronti a fare del bene a chiunque vi stia vicino. Le vostre comunità siano un'oasi di pace. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أريد أن أقول لكم أيضا إن عيش التطويبات لا يتطلب أعمالا باهرة. لننظر إلى يسوع، لم يترك شيئا مكتوبا ولم يبني شيئا مهيبا، وعندما قال لنا كيف ينبغي أن نعيش، لم يطلب منا أن نقوم بأعمال كبيرة أو بأفعال فائقة الطبيعة. لم يبني شيئا مهيبا، وعندما قال لنا كيف ينبغي أن نعيش، لم يطلب منا أن نقوم بأعمال كبيرة أو بأفعال فائقة الطبيعة. نتشبه بيسوع في الحياة اليومية، هي تدعو للمحافظة على نقاوة القلب وللعيش بوداعة وعدالة بالرغم من كل شيء، ولأن نكون رحماء مع الجميع ونعيش الضيقات
متحدين بالله. إنها قداسة الحياة اليومية التي لا تحتاج لمعجزات وأعاجيب وعلامات خارقة، فالتطويبات ليست لبشر خارقين، وإنما لمن يواجه تحديات وتجارب كل يوم، والذي يعيشها وفقا ليسوع يجعل العالم أكثر نقاء. إنها كالشجرة التي حتى في أرض قاحلة تمتص الهواء الملوث وتعطي الأكسجين. أتمنى لكم أن تكونوا هكذا متجذرين جيدا في يسوع ومستعدين لفعل الخير لكل من هم بجواركم، لتكن جماعاتكم واحات سلام. Infine, vorrei soffermarmi brevemente su due beatitudini. La prima, beati i miti. Non è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi mantiene il comportamento di Gesù che ci ha salvato. Mite anche di fronte ai suoi accusatori. Mi piace citare San Francesco quando ai frati diede istruzioni di come recarsi presso i saraceni e i non cristiani. Scrisse che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Né liti né dispute. E questo vale anche per i preti. Né lite né dispute. In quel tempo, mentre tanti partivano rivestiti di pesanti armature, San Francesco ricordò che il cristiano parte armato solo della sua fede umile e del suo amore concreto. È importante la mitezza. Se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza, altrimenti non porteremo frutto. في الختام أريد أن أتوقف بشكل وجيز عند تطويبتين. الأولى طوبى للودعاء. لا يستحق الطوبى من يهاجم أو يتسلط، وإنما من يحافظ على تصرف يسوع الذي خلصنا. وديع أيضا إذا الذين يتهمونه. يطيب لي هنا أن أذكر القديس فرانسيس عندما أعطى جماعة الإخوة التعليمات حول كيفية الذهاب إلى المسلمين وغير المسيحيين، إذ كتب: عليهم أن يبتعدوا عن الشجار والخلافات، ويخضعوا لكل خليقة بشرية محبة بالله، ويعترفوا بأنهم مسيحيون، لا شجارة ولا خلافة. وهذا صالح أيضا بالنسبة للكهنة، لا شجارة ولا خلاف. في ذلك الزمن فيما كانوا ينطلقون لابسين أدرع ثقيلة، ذكر القديس فرانسيس أن المسيحي ينطلق مسلحا فقط بإيمانه المتواضع ومحبته الملموسة. إن الوداعة مهمة. إن عشنا في العالم بحسب أسلوب الله فسنصبح قنوات لحضوره، وإلا فلن نثمر. La seconda beatitudine, beati gli operatori di pace. Il cristiano promuove la pace a cominciare dalla comunità in cui vive. Nel libro dell'Apocalisse, tra le comunità a cui Gesù stesso si rivolge, ce n'è una, quella di Filadelfia, che credo vi assomigli. È una chiesa alla quale il Signore, diversamente da quasi tutte le altre, non rimprovera nulla.
Essa infatti ha custodito la parola di Gesù senza rinnegarle il suo nome e ha perseverato, cioè è andata avanti pur nelle difficoltà. E c'è un aspetto importante. Il nome Filadelfia significa amore tra i fratelli, l'amore fraterno. Ecco, una Chiesa che persevera nella parola di Gesù e nell'amore fraterno è gradita al Signore e porta frutto. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità, e di prendervi cura gli uni degli altri con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. Gesù, che vi chiama beati, vi dà la grazia di andare sempre avanti senza scoraggiarvi, crescendo nell'amore fra voi e verso tutti. التطويب الثاني: طوبى للساعين إلى السلام. إن المسيحية يعزز السلام بدءا من الجماعة التي يعيش فيها في سفر الرؤيا، ومن بين الجماعات التي يتوجه إليها يسوع نجد جماعة فيلادلفيا التي أعتقد أنها تشبهكم. إنها كنيسة لا يوبخها الرب على شيء بعكس الكنائس الأخرى، فهي في الواقع قد حفظت كلمة يسوع بدون أن تنكر اسمه، وصابرت أي مضت قدما حتى في الصعوبات. وهناك جانب مهم: الاسم فيلادلفيا يعني المحبة بين الإخوة، المحبة الأخوية. إن الكنيسة التي تسابر على كلمة يسوع وعلى المحبة الأخوية هي كنيسة مقبولة من الرب وتعطي ثمرا. أطلب لكم نعمة المحافظة على السلام والوحدة والاعتناء بعضكم البعض عبر تلك الأخوة الجميلة التي لا يوجد فيها مسيحيون من فئة أولى وآخرون من فئة ثانية، ليمنحكم يسوع الذي يوجه إليكم التطويبات نعمة المضي قدما على الدوام بدون أن تفقدوا أبدا العزيمة، فتنمو هكذا في المحبة لبعضكم البعض ولجميع الناس. Con queste parole è terminata l'omelia di Papa Francesco, omelia da lui pronunciata in lingua italiana e tradotta poi.
Dear brothers and sisters, let us confidently make those prayers to God the Father, the Lord of life and of history, and we await His joy and salvation.신 아버지, 교황과 주교들을 굴보 살피시어 그들이 유일한 구세주이신 예수님을 열정적으로 선포하고 형제 자매들을 성화의 길로 인도하게 하소서. जणवयेच्या बापा, आमचेर आडळते सलयतेल्यांक आनी समाजीक अधिकारींक तांणी धैरान हर एका व्यक्तीच्या मनशा गौरवाची सेवा करच्या आनी सर्वांक एक भरवशाचे भविश्य रुपीत करच्या तुज्या पवित्र आत्म्यान उजवाडाय. Père de miséricorde, convertis avec ta grâce le cœur des pécheurs et des violents. Arrête les guerres. Aide-nous à dépasser la haine et tisser des liens de justice et de paix. Lord, hear our prayer, Kyrie eleison. Lord, hear our prayer, Kyrie eleison. Mapagpalang Ama, kaming mga migranteng manggagawa na naninirahan sa bahaging ito ng daigdig ay inyo pong gabayan at patnubayan. Isinasamo po namin na inyong pagpalain ang aming mga pagsisikap at pagsasakripisyo upang magbunga ito ng kabutihan at kaunlaran para sa aming mga pamilya. Lord, hear our prayer, Kyrie eleison. Lord, hear our prayer, Kyrie eleison. اے مہربان خدا, اپنی مہربانی سے ہمارے ان بھائی بہنوں پر نظر کر جو کسی بھی قسم کی مشکل یا بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں, کہ یہ مشکل کی گھڑی ان کے لیے بابرکت سچائی کی پہچان اور تجھ سے محبت کا وسیلہ بن جائے. Lord, hear our prayer,
അനന്ത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ തിരുമുഖ ദർശനത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങേ പുനരൈക്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. Lord, hear our prayer. Kyrie eleison. Lord, hear our prayer. Kyrie eleison. Oh Father, who never abandon your children, hear our prayers and support us in the whole of the temptation. Through Christ our Lord.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the seven sacrifice of your Son, the King of Peace, offered under sacramental sins that signify peace and unity, strengthen, we pray, O Lord, concord among all your children. Through Christ our Lord. Amen. Dominus Vobiscum. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Benedicam et iustum est secum et salutare nos tibi, Sancte Pater, semper et ubique gratias agere, per filium dilectionis Tue, Iesum Christum. Verbum Tuum, per quae puncta fecistis, quem missisti nobis, salvatorem et redemptorem, incarnatum, de Spiritu Sancto et Virgine natum. Qui voluntatem Tuam adimples, et populum tibi, Sanctus acquirens, extendis manus, cum Pater etur, ut mortem solvedet, et resurrectionem manifestaret. Et ideo, un angelis, et omnibus sanctis, gloriam tuam predicamus una voce dicentes. Sanctus et Domine, fons omnis sanctitatis. Et ergo dona quae sumus spiritus tu errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passione voluntarii et traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum, tibi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui a nos dignos abuisti a stare quarante et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in uno. Recordare Domine, Ecclesiae tuae toto orbe diffuse, udeam in caritatis perficias una cum Papa nostro Francisco et me indignum famulo tuo et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum qui in spe resurrectionis dormierunt omniumque in tua miseratione defunctorum et eus in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosep eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Et tibi Deo Padre Omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per tut, per omnia saecula saeculorum. The Savior's command, informed by divine sage, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant patch of days, that by the help of our mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await for the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord, the kingdom, the power, and the glory are yours. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sin, but of the faith of our church, and graciously grant her peace and unity in accordance with all will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to supper of the Lamb. Thank you.
be a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, that's the ground that I may never see. So much to be consoled as to console. Dear faithful, let us keep a prayerful silence for some brief moments. Anyone who eats this bread.
Let us pray. Bestow on us, we pray, O Lord, the spirit of charity, so that sustained by the body and blood of our only begotten Son, we may be effective in nurturing among all the peace that He has left us, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy Father, dear Pope Francis, on behalf of all the faithful here present or following this celebration on television, I thank Your Holiness for Your visit. It shows Your pastoral care for this church, composed by migrants coming from around the world. You have come to us as Simon Peter, who received from the risen Lord the order to strengthen the faith of his brothers and sisters. We assure you of our prayer and renew our loyalty to the successor of Saint Peter. 800 years ago, Saint Francis of Assisi met with Sultan Malik al-Kamil in Egypt. It was a meeting of mutual respect. In a similar way, you have come to a Muslim country with the intention to do as St. Francis did in the year 1219. We Christians try to implement the order St. Francis gave at his time to his brothers and to live spiritually among the Muslims, not to engage in arguments and simply to acknowledge that we are Christians. I wish to thank the authorities of the United Arab Emirates, especially His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi, who generously have made possible this visit and given us this space in order to have a public mass with as many faithful as possible. I thank all the people. I thank all the people from the church and those who are not belonging to our church, and all those living in this country who have worked hard, sometimes day and night, to make this celebration possible. Finally, I wish to thank all those who have come to celebrate with us, patriarchs, cardinals, bishops, priests, religious, women and men from near and far, not to forget those who followed us throughout the world on the screen. Holy Father, as we are coming to the end of a historic moment, I am asking you to give us your apostolic blessing. We wish you and your entourage a safe trip back to Rome. Prima di concludere questa celebrazione che mi ha dato tanta gioia, desidero rivolgere il mio saluto affettuoso a tutti voi che avete partecipato.
fedeli caldei, copti, greco-cattolici, greco-melchiti, latini, maroniti, siro-cattolici, siro-malabaresi, siro-malancaresi. Ringrazio vivamente Monsignor Hinder per la preparazione di questa visita e per tutto il suo lavoro pastorale. Un grazie caloroso ai patriarchi, agli arcivescovi maggiori, agli altri vescovi presenti, ai sacerdoti, alle persone consacrate e ai tanti laici impegnati con generosità e spirito di servizio nelle comunità e con i più poveri. Saluto e ringrazio Aulad Sayed Fidar Sayed. Saluto e ringrazio i figli di Sayed nella casa di Sayed. La nostra Madre Maria Santissima vi custodisca nell'amore alla Chiesa e nella gioiosa testimonianza del Vangelo. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. The Lord be with you. Blessed in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, glorifying the Lord by your life.
إذن نعود إلى ملعب زايد الرياضي بعد انتهاء القداس التاريخي، ومن هناك تنضم إلينا مجددا الزميلة نبيلة عواد. نبيلة، يبدو أن نبيلة، نعم كاترين، يعني انتهى القداس. نعم نبيلة، نعم كاترين، انتهى القداس الآن، هذا القداس التاريخي الذي احتفل به البابا فرانسيس في أبوظبي. 135 ألف شخص شاركوا في هذا القداس. الحضور اللبناني كان لافتا، حماس وفرح وشكر أيضا لدولة الإمارات، هكذا كان حال اللبنانيين. معي هنا بعض اللبنانيين الذين شاركوا في القداس وهم يخرجون من مدينة زايد الرياضية. من اي ساعه انتم هون؟ جايين من ابو ظبي، وقد ايه مبسوطين انكم شاركتوا بالقداس؟ نحن كثير مبسوطين انه شاركنا بهيك شيء. الصراحه اخر شيء كنت موقعه انه شارك بقداس بيحيي البابا بابو ظبي، وهالشيء مثال على التعايش اللي ممكن يكون مثال للجميع. صرنا هون تقريبا من الساعه 3، صرنا تقريبا من الساعة 3-4 الصبح، 3 الصبح ايه، ناطرين بين صفوف وبين باصات جينا من دبي، بس الحمد لله كان قداس كثير حلو. يعني كثير. مدام انتم من وين جايين؟ من دبي. نحن جايين من دبي، وبلشنا انه اخذنا الباصات وبلشت من 11:30 هونيك، توصلنا لهون شي 3:45، من 3:45 لهون، ومبسوطين بهيدا الحدث لانه عن جد حدث تاريخي، وكثير كثير مبسوطه انه لو تعبنا وعدنا نطرنا بالسقعه والبرد، بس انه لقينا شيء بنحبه من قلبنا. قد ايه لكم عايشين بدبي؟ وشو بيمثل هيدا الحدث اليوم؟ 20 سنة يعني وقت طويل. 20 سنة شيء تاريخي يعني، وبنشكر عن جد دولة الإمارات على استضافة البابا، وبتحيي السلام بيناتنا كلياتنا، إن كان إسلام وإن كان مسيحية، يعني ما في فرق بيناتنا. شكرا كثير. مدام حضرتك جاية من لبنان وحصل لك انك تشاركي اليوم بهيدا القداس، شو الرساله اليوم اللي ممكن تحمليها معك للبنان من خلال اللي شفتيه بابو ظبي؟ اول شيء انا ما جيت من لبنان خصوصي كرمال القداس، جيت كرمال مشاركتي بالملتقى لرياده الاعمال والمهن، وكان لي حظ امبارح عشيه اني يطلع لي بيي تشارك بهالذبيحه الالهيه. حدث كتير كبير. اول شيء بدنا نشكر دوله الامارات على هالحدث تاريخي انا بعتبره للي صار. وجود البابا بهالارض يعني شغله كتير كبيره، وبتمنى امنيتي لولاده هالحكومه الجديده اللي عندنا بلبنان، اللي انه بتمنى عليهم يجتمعوا ويقعدوا ويحركوا اتفاقيه، كمان اذا بدهم يعملوا اتفاقيه، يعملوا وثيقه يمضوها، بركي البابا هيك بغاروا منه شوي، اللي هي بتخلي ضميرهم ينحط على هالورقه باتفاقيه وحده. لبنان اولا، والشعب اللبناني فوق كل اعتبار، هيدا كل شيء بنتمناه. ميرسي للام تي في، ميرسي لكم فريمون هالمحطه اللي بترودنا وموجوده وين ما كان، يعطيكم الف عافيه. ميرسي، شكرا لك. حضرتكم من وين؟ نحن من دبي، جينا امبارح بالليل قعدنا باوتيل تنحضر القداس. واي ساعة جيتوا الصبح لهون؟ جينا الساعة 7:30 8 كنا هون. وانتم اليوم قد ايه لكم عايشين بدبي؟ وشو ويعني شو بتمثل هيدا التجربة اليوم لكم؟ تجربة جديدة، مبسوطين؟ أنا خلقت هون وربيت هون كل حياتي 15 سنة، وهالإكسبيريونس كتير هيك انه بتهمني كتير، لانه هيدي تشانس واوبورتونيتي لإلي انه اجي احضر قداس مع البابا. سو كتير انبسطت انه الامارات انه they welcomed البابا بدبي. وانت شو حبيت اليوم بهيدا القداس خصوصا؟ كان كتير حلو بس هيك. ثانك يو. إذا كاترين، يعني هذا الحماس أو هذه الأجواء تعكس الحماس والفرح هنا. الحشود تغادر. هاي أم تي في، هاي أم تي في. شو بتحبوا تقولوا اليوم من بعد هيدا القداس؟ زيارة مقبولة للجميع، وصلينا لكم بلبنان ونحن بعيد عنكم واشتقنا لكم. ثانك يو. باي. مدام حضرتكم شرفتك حديث. إيه ما عليه. بس بدي أشكر الإمارات كتير 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 على هالنهار التاريخي. نحن كثير محظوظين انه موجودين هون. شكرا. وبنشكركم انتم كمان. ثانك يو. مدام حضرتك كنتي جوا بالقداس؟ كنا بالقداس. قولي
شو بدي أقول؟ كان نهار كتير حلو، كان نهار تاريخي، وأول شيء ما نشكر قديس البابا لأنه إجا، ما نشكر كل اللي نظموا، ما نشكر دولة الإمارات عن جد لأنه هيدا حدث تاريخي ما رح ينعاد، وإن شاء الله لقدام، إن شاء الله دايما لقدام. كاترين، ليس فقط الجالية اللبنانية، هنالك أيضا الكثير من الجاليات الأخرى معنا من الأردن. أنا من الأردن، أمجد نصار. شو بتمثلكم أيضا هيدي الزيارة؟ هاي زيارة كتير مباركة لداسة البابا، لحتى تعبر إنه إحنا كيف المسيحيين منعيش بوحدة، يسوع المسيح بوحدنا، بخلينا نكون عائلة واحدة فيها السلام. هاي إحنا هنا بدبي بالإمارات بأبو ظبي، كلنا عايشين بوحدة من جنسيات مختلفة، والشيء الواحدنا هو وجود يسوع، وقداسة البابا وجوده هون بيمثلنا إنه كيف يسوع عم بيعطينا السلام والمحبة لنكون بوحدة تامة. اليوم شو هي الرسالة اللي لازم يفهمها العالم من خلال الحدث اللي صار بأبو ظبي، من خلال شفنا صورة البابا فرانسيس مع الشيخ الأزهر أحمد الطيب، شو الرسالة المهمة؟ الرسالة المهمة هي رسالة السلام والتواضع. يعني القديس فرانسيس عم هو رمز التواضع، الإنسان حتى يقدر إنه يعيش السلام لازم يكون في عنده التواضع والتسامح. أكيد هنا الاجتماع عشان الأخوة الإنسانية، والأخوة الإنسانية بتبدأ بالتواضع، إذا إحنا عندنا هالتواضع فينا إنه نعيش السلام ويصير السلام ينتشر بين العالم. شكرا لكم، صلاة مقبولة. كاترين، نريد أن نذكر أن الحشود وصلت إلى هنا إلى مدينة زايد الرياضية منذ ساعات الصباح الأولى، يعني بعضهم كما رأينا نام هنا، جاء يعني عند الساعة 11 ليلا وثانية عشرة ليلا ناموا هنا. أكثر من 135 ألف شخص احتفلوا بالذبيحة الإلهية مع البابا فرانسيس في هذه الزيارة التاريخية التي هذا القداس يختم به هذه الزيارة، ليتوجه من بعدها إلى مطار أبو ظبي الدولي ويختم زيارته متجها إلى روما. تابعنا كل فعاليات هذه الزيارة التاريخية بكل تفاصيلها تاريخية منذ الصباح. التنظيم، يعني نريد أن نلفت النظر إلى أن التنظيم كان جد عال، يعني هنالك باصات نقلت المشاركين منذ ساعات الصباح كما ذكرت من الخامسة صباحا، توافد المشاركون إلى نقاط تجمع، نقلت المشاركين إلى هنا إلى مدينة زايد الرياضية. أريد أن ألفت أيضا إلى الحشد الإعلامي الكبير، يعني مئات الإعلاميين من حول العالم هنا منذ ثلاثة أيام في أبوظبي لتغطية هذا الحدث المميز. بالأمس شهدنا على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس مع الشيخ أحمد الطيب، والتي نصت على نقاط عديدة دعت فيها القادة حول العالم إلى نبذ العنف والتطرف، إلى وقف سفك الدماء، إلى وقف التسلح وغيرها من النقاط. إذن كاترين. نعم نبيلة، شكرا لك، فعلا إنه حدث عظيم، وشكرا على هذه التغطية. إذن مشاهدينا، هذا كان كل شيء حتى الساعة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.